حكوى ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في مدينة بلاكسبورغ بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أهدافنا المرجوة، خطتنا الهادفة من نشر المواد الصحية والعلاجية الماء الساخن، العلاج بالماء الساخن، وكذلك إجراء أبحاث معملية وسريرية لهذا الاكتشاف العلمي. الحلقة هذه تختص بالعلاج بالماء الساخن والمشروبات الكحولية والتدخين وكذلك مواد الحافظة في الأطعمة. كثيرين تلاحظوا بأن يحصل انفعال للشخص الذي يبدأ برنامج العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية، يبدأ يلاحظ عملية السموم، عملية التخلص من السموم، لأن جسم الإنسان كما اكتشف الطب الأستيوباثي بأن لديه القدرة الكامنة في عملية الصيانة الذاتية والشفاء الذاتي والوقاية الذاتية. لذلك أي شيء غريب يدخل في جسم الإنسان إذا كان يحمل مواد كيميائية يؤدي للشخص الذي يستخدم برنامج الماء الساخن، يؤدي إلى عملية التخلص من السموم. يحصل بعض الناس القية لأول مرة أو البعض في بداية، وكذلك بعض الأشخاص يحصل لهم إسهال، وبالتالي أن هذه السموم سواء كانت من أي مصدرها، سواء من المشروبات الغازية أو مشروبات الكحولية تحديدا، أو كذلك المركبات الكيميائية كمواد حافظة في الأطعمة، وكذلك التدخين. فذلك من ضمن الذي تحدثنا بأن ما يقوم الماء الساخن هو عدم السموم وقضاء البكتيريا الضارة وتذويب الدهون، أي تسريع عملية إنزيمات في عملية كسر الدهون إلى أحماض الدهنية واستخدامها لإنتاج الطاقة للخلايا. لذلك من الشيء الطبيعي، من الصعب طبعا شخص يخلط بين تناول كثير من المشروبات الكحولية والتدخين وفي نفس الوقت مواظبة على البرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن، لطريقة تناول الماء الساخن وفق البرنامج المحدد، وفق الكمية المحددة، وفق للطريقة المحددة، وفق للدرجة حرارة المحددة لدى الكبار ولدى الصغار. لذلك من الصعب خلط بين الاثنين، حتى الذين يتناولون أدوية لأجل مرض ما أو كذا، أي من قد يجدون صعوبة جدا في عملية خلط بين تناول الأدوية والعلاج بالماء الساخن. لكن هنا بحالة استثنائية إذا استلزم الشخص مريض أنه يستلزم وفقا لإرشادات طبيبه بأن يستخدم الأدوية، يجب أن يضع متسع الوقت ما بين تناول الماء الساخن وتناول الأدوية، لأن الأدوية كما هو معروف تحمل مواد كيميائية، وبالتالي الماء الساخن يعمل عملية طرد وعملية تخلص من السموم. فهذه السموم تجعل الشخص المريض أو الشخص الذي تناول الأدوية من الصعب خلط بين الأدوية وخلط العلاج بالماء الساخن، لكون العلاج بالماء الساخن علاج طبيعي ويصف الجسم من كل السموم، من كل المركبات الكيميائية، من كل مواد قد تضر الإنسان. حتى المأكولات كثير مأكولات يعني فيها كثير من الدهون أو مأكولات سريعة، أحيانا يكون في صعوبة في خلط بين الاثنين. يعني ليس من يعني لا نمنع أن طبعا الناس تتناول مأكولات سريعة لكن بكمية قليلة أو
بعدم الإفراط فيها يعني بالكثرة، لأن كما أسلفنا هناك تفاعلات تحدث من جراء ما تحدث حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أهدافنا وخطتنا الهادفة من أجل أبحاث معملية وسريرية لإثبات العلمي لمدى فعالية العلاج بالماء الساخن وفوائد الصحية والعلاجية، وخطة أخرى تتعلق بمشاريع بالسياحة العلاجية و مركز للصحة الشمولية إلى آخره. طبعا هذه المنطقة منطقة اسمها فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر، ومكتبنا بهذا البناية خلف البناية هذه في المنطقة هذه. طبعا منطقة بأكملها، وهنا طبعا مطار خاص لهذه المنطقة لكبار الشخصيات. وطبعا المنطقة متميزة جدا، فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر يعمل على عمل جماعي. الشركات الموجودة هنا تختص بأبحاث والتنمية، أي research and development. وكذلك فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر حائز على أفضل موقع للأبحاث في عام 2010 Best Research Park على مستوى الدولي. أننا موجودين في هذا المكان، وتوفقنا بفتح مركزنا الذي بدأ بمكتب الاستشارات الصحية، وهناك خطة لتوسع أكثر إنشاء مركز متكامل يكون فيه أطباء متخصصين في العلاجات الطبيعية وعلاج الطب الشمولي وطب الأستيوباثي. نسأل الله تعالى التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.